النجم محمد رمضان النهاردة بيتم عامه 35 من مواليد 21 مايو 1988، والفندق المقيم فيه محمد رمضان لما بيعرف النهاردة عيد ميلاده بيعمل له مفاجأة وبيجيب له تورته بالشوكولاتة، والنجم محمد رمضان بيفرح جدا بالمفاجأة وبيشكرهم جدا عليها، وبتكون التورته متغلفة تغليف غريب حيث انها بتكون كلها ملفوفة بالدولارات لانهم عارفين ان محمد رمضان بيحب الدولارات لانه لسه عامل ضجة من فترة قليلة مع صورته بالدولارات وهي جنبه في الطيارة. وفي اخر حفله ليه جمهور بيهنيه بعيد ميلاده، ومحمد رمضان بيفرح جدا برد فعل الجمهور لانه صرح قبل كده وقال ان غرضه الاول هو حب الناس، وبيتفاجئ لما بيلاقي اداره المسرح عاملين له تورته هديه وحاطين عليها جميع صوره، ودي حاجه مش كتير على النجم محمد رمضان لانه السنه دي محقق نجاحين من اكبر النجاحات اللي حققها في حياته بفيلم هارلي اللي حقق اعلى نسبه ايرادات، ومسلسل جعفر العمده اللي حقق اعلى نسبه مشاهده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.